لم تتأخر تركيا في تقديم واجب الشكر للدول العربية التي وقفت معها في محنتها منذ وقوع الزلزال، وفي مشاهد مؤثرة جدا ودع الأتراك بعض فرق الإنقاذ العربية التي غادرت البلاد طبعا بعدما أسهمت في محاولات إخراج هؤلاء من تحت الأنقاض وأنجزوا مهماتهم من إنقاذ وانتشال للجثث من تحت الأنقاض والبحث عن ناجين. في مطار إسطنبول وقف المسافرون وموظفو المطار وأصحاب المحال يصفقون للفريق السوداني شكرا وامتنانا. هنا شكر الأتراك لجهود العربية كان على المستويين الرسمي والشعبي كذلك، حيث أطلق الأتراك هاشتاغ تركيا تشكر العرب، وهذا هو الشعار الذي خرج به طبعا الهاشتاغ كما نرى هنا. تفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الهاشتاغ من الأتراك والعرب ومن المتابعين العرب. يقول مثلا هنا محمد المختار الشنقيطي، يقول أطلق الأخوة الأتراك هاشتاغ تركيا تشكر العرب وفاء لمن تضامن من العرب أو من يقول هو أحمد بالأحرى مع ضحايا الزلزال، هكذا تؤكد أمتنا أنها جسد واحد بنيان مرصوص يرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. أما صالح مرعي يقول قدم العرب في أحداث الزلزال الأليم لوحة وصورة من أروع صور التضامن والعطاء والمبادرة لمساندة إخوانهم الأتراك، هذه الصور والمشاهد سيخلدها التاريخ وستكتب بحروف من ذهب. وأخيرا تغريدة أخرى مع محمد الآن الشنقيطي، أطلق ناشطون أتراك هاشتاغ تركيا تشكر العرب تقديرا للدعم العربي في ظروف الزلزال، والحقيقة أن تركيا فضلها سابق فهي تأوي ملايين العرب على أرضها بعد أن ضاقت بهم أرضهم، وما يقدمه العرب اليوم لإخوانهم الأتراك هو رد لا جميل مستحق. على المستوى الرسمي أيضا كانت هناك شكر وامتنان محاولات طبعا بعد هذه الجهود، فكان الشكر متواصلا وهذا ما عبر عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حين شكر الدول العربية التي وقفت مع بلاده وأثنى عليها وأكد أن الاتصالات معهم مستمرة وأن تلك الدول تعهدت بتقديم مزيد من الدعم.